يتخذ أبناء وادي مسيرة الأحرار في محافظة حضرموت من هذه الأكواخ والعروش مساكن لهم. وقبل أن تصل إلى هذا الوادي يتطلب منك قطع مسافة تتجاوز 200 كيلو من أقرب منطقة توجد بها أبسط الخدمات، حيث يساهم هذا البعد بعزل أبناء المنطقة عن محيطها. السير على هذه الرمال العصية التي لا تقوى على تجاوزها حتى عجلات السيارة يتطلب مشقة كبيرة للوصول إلى المنطقة. يعني نحتاج مساعدات من كل ناحية، من طبة ومن الأشياء كلها، ونشكر على هذا الأخوان بالزيارة عندنا في هذا الوادي. ولا نتكلم نحن في هذا المجلس، مجلس بدو عشش. هذه المنطقة النائية التي تنعدم فيها كل مقومات الحياة، لا وجود فيها للمياه الصالحة للشرب ولا الكهرباء ولا المرافق الصحية إلا من بعض الفرق الطبية التي تسيرها بعض منظمات المجتمع المدني. ولا عندنا مدرسين، ولا عندنا طبيب، ولا عندنا مواصلات، ونستهل ونطلب من أهل الخير يعاونونا بأي حاجة، كل شيء اللي قدرابه. يعتمد معظم سكان هذا الوادي على تربية المواشي، وهذه حتى لا تبدو بخير نتيجة انعدام الزراعة وقلة المراعي بسبب الجفاف الذي يضرب منطقة وادي المسيلة التي يبلغ عدد سكانه أكثر من 700 نسمة. يعيشون حياة بدائية وهم في انتظار تدخل الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية للمساهمة ولمدهم بأبسط الاحتياجات الضرورية. حداد مساعد، قناة بلقيس، مسيرة الأحرار، حضرموت.